طيب نروح لموضوع آخر. الحقيقة أنه في انتعاش كبير في حركة السياحة الداخلية في محافظة مطروح، أيضا حركة الوفود الخارجية بعد ارتفاع معدلات رحلات طيران شارتر اللي بتحمل سياح من مختلف الجنسيات لمطروح. يا شاذلي معانا طبعا على التليفون دلوقتي عشان نفهم منه الإقبال عامل إزاي في مطروح، الأستاذ محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ وصباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى مصر كلها. يا اهلا بيك. عايزين نتكلم معاك في البدايه عن نسب الاقبال في محافظه مطروح من السياح. والله يا فندم يعني بدايه تحياتي لحضراتكم طبعا وللبرنامج الموقر وللساده المشاهدين. الحمد لله تشهد محافظه مطروح هذا العام رواج سياحي غير مسبوق سواء على مستوى السياحه الخارجيه او الداخليه. ومع متابعة سيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتوجيهاته بالظهور دائما بشكل لائق، خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح، وده اللي احنا بنشوفه يعني حاليا الحمد لله في العديد من المشروعات القومية والتنموية على طول الساحل، سواء مدينة العالمين الجديدة، تطوير وتوسيع الطريق الدولي الساحلي مطروح اسكندرية، تطوير وتشغيل مطار العالمين الدولي الجديد، وغيرها من المشروعات التنموية على أرض المحافظة ككل. كل ده انعكس على حركة السياحة والإقبال على المحافظة. فبالنسبة للسياحة الخارجية يعني نرى استمرار توافد رحلات طيران الشارتر أسبوعيا، والتي بلغت حتى الآن 205 طائرة شارتر، حتى الآن منها 159 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، وعدد 46 رحلة طيران شارتر بمدينة العالمين الدولي. طيب يعني واحنا بنتكلم عن هذا التزايد يا فندم الملحوظ، اكيد كان في عوامل او اسباب ان احنا نشهد هذه السياحه في مدينه محافظه مطروح تحديدا. ايه هي اهم الاسباب والعوامل دي يا فندم؟ هل هي فكره الفعاليات فقط؟ هل هي فكره زي ما حضرتك كلمت فكره البنيه التحتيه والطرق؟ ايه الاسباب او العوامل بشكل عام؟ والله هي طبعا اكيد طبعا فعاليات، واحنا طبعا كان عندنا مهرجان العالم عالمين في مدينه العالمين، وده من الفعاليات اللي هي كانت تعتبر ايقونه للسياحه واظهرت محافظه مطروح بصوره كبيره جدا جدا. ده بالاضافه طبعا يعني لعمليات الترويج السياحي، اللي احنا قمنا بيها برضه الى حد ما، من اجراءات من استغلنا الفعاليات ديت على ارض المحافظه من مؤتمرات ومهرجانات وزيارات رسميه داخليه وخارجيه في الترويج السياحي واهداء المشاركين كتيبات تعريفيه والافلام الوثائقيه عن المحافظه ومقاوماتها السياحيه وبعض الهدايا العينيه المعبره عن تراث المحافظه. بنستغل برضو الاحتفالات، في عندنا احتفالات العالمين بذكرى الحرب العالميه الثانيه بمقابر الكومنولث والمقابر الايطاليه والالمانيه واليونانيه، وده كنا يعني كل ده بنستغله في الترويج السياحي للمحافظه. فالحمد لله رب العالمين عندنا رواج سياحي كويس، وطبعا ولا ننسى طبعا المزارات السياحيه اللي عندنا، طبعا عندنا مزارات سياحيه وشواطئ ممتده. صحيح، هو شواطئ الساحره كمان وجميله، يمكن شواطئ مطروح كان ليا زياره كده لمطروح، بس كانت من فتره كبيره جدا يا استاذ محمد. ومن الذكريات الجميله جدا اللي كانت في المصايف بشكل عام كانت بالنسبه لي كانت في مطروح، في اماكن مهمه جدا واماكن جميله جدا بنشوف صورها حتى دلوقتي، بنشوف تفاعل الناس مع صورها، وزي ما حضرتك قلت ان نسبه السياحه بتزيد. ايه اكتر الاماكن اللي السياح بيجوا يختاروها بالاسم عشان يشوفوها ويتصوروا فيها؟ والله يا فندم احنا الاماكن كتيره فعلا، بالظبط زي ما حضرتك قلت، يعني الاماكن والمزارات السياحيه كتيره جدا عندنا، خاصة الشواطئ طبعا مطروح بالمياه الفيروزية والرمال البيضاء الناعمة وشهرتها العالمية، فدي بنجد عليها إقبال شديد جدا جدا. وكمان في عندنا يعني متحف كهف رومل، في عندنا مزار عجيبة، في عندنا مزار كليوباترا سياحي اللي شهد تطوير كبير ليكون مزار سياحي عالمي يليق بمكانة المحافظة السياحية والحفاظ على الطابع التاريخي، وانشاء ممشى خرساني بطول 300 متر وكوبري معدني زجاجي بطول 70 متر يؤدي لحمام كليوباترا. عندنا برضو ما نقدرش ننسى شاطئ الغرام، وده بيعتبر من اهم شواطئ مطروح واللي شهد ايضا تطوير ليليق بمكانه المحافظه السياحيه ايضا، وتمت اعمال التطوير بوضع تمثال للفنانه
ليلى مراد امام المسرح المطل على كل الكلام ده. استاذ محمد اكيد من عوامل الجذب ومن الحاجات اللي اثرت بشكل كبير جدا على توافد اعداد من السياح خلال الفتره اللي فاتت. شكرا جزيلا استاذ محمد انور مدير عام السياحه والمصايف بمطروح.